كلمه رشيد، انت خدمت معها ديجا وعرفتها كي دايره. فنانه زوينه وعجبني التعامل ديالها، انسانه مؤدبه وخلوقه وكتصنط. كيعجبني الارتيست اللي كتقول ليه الطريق وتمشي معك فيها، دونك غنكون مرتاح معها في الاستوديو. واهم حاجه في عمل فني هو الراحه في الاستوديو، هو الفنان والبروديكتور يتفاهموا، ولا الارانجور ولا الكومبوزيتور ولا فنان مع فنان يتفاهموا. اذا ما كانش التفاهم في الاستوديو كاينش عمل فني، كاين تخربيق. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.